الناس اللي اول ناس اللي وصلت على الحدود اليونانيه من الساعه 5 العصر للساعه 11 بالليل ما قدرنا نفوت. كل ما نحاول نفوت مسكنا السلطات اليونانيه وترجعنا. في ناس حاولت قطعت بعد ما قطعت المي بالبلم مسكوها. الشباب اكلوا الضرب والنسوان اخذوا جوالاتها والمصريات اللي معاها ورجعوها. مين اخذوا الجوالات؟ الشرطه الكوماندوس اليوناني اخذوهم. كنا موجودين احنا من الطرف الثاني رجعوا لعنا عبيبكم ويصعدوا كلهم مي. كم واحد عبر الطرف الثاني على حد علمك؟ حاول اكثر من 50 شخص على البلمات. اكثر من 50 شخص بالبلم. كل ما يطلع بلم يمسكوه من المي يا اذا ما شافوه بده يحاول يطلع يبعجوا له البلم يرجعوا سباحه مي بالمي يفتوا. طب انتم كيف عبرتوا على الطرف الثاني؟ مين اعطاكم البلمات؟ الجيش التركي. اعطونا اياهم. ضلينا ماشيين على كتافنا شي 12 كيلومتر بالاراضي الترابيه والزراعيه. بعدين طلعنا فيهم ايف كان في جابوا لنا مهربين عشان يدلونا على الطريق. اما وصلنا هنيك ما قدرنا نفوت. اكثر من 50 محاوله صارت حتى نشرونا على طول الحدود عشان انه حاول بس تفوت دفعه ما حد يفوت. طيب كم قارب تقريبا عطوكم؟ في شي 20 قارب، يعني في 500 شخص كان موجود، اكثر من 500 كمان. والقوارب شو صار؟ كلها تبخشت ولا رجعت؟ في من العالم ما ظلت موجوده تركتها وفي عالم تركتها ومشيت، صارت شتي لانه صارت شتي الدنيا علينا وقعدت ايام ما حد العالم في اولاد صغار وعيال تركت العالم ومشيت. رجعوا نص ونجعوا في عام ضلت بس bizim burası belediyenin geçmiş olduğu anonsla. جميع الذين أتوا قمنا باستضافتهم في مدارس تابعة للبلدية، ونحن كأهالي كاربوزلو قمنا بمساعدتهم وتقديم البطانيات والألبسة، ونحن مستاءون جدا لأحوالهم ومستعدون لتقديم كل ما يلزم حتى لو جاءت أعداد أكبر من اللاجئين، وسنبقى متعاطفين جدا معهم خصوصا في هذا الطقس السيء. نحن كنا يعني اعطونا يعني الكارت هذيك يعني باش يتركونا. من بعد ادونا الحدود يعطونا اليوناني العسكر يدونا اليونان عاود يحكمونا يضربونا عاود يرجعونا لتركيا. تركيا عاود تحكمنا عاود ترجعنا اليونان. والله مشاكل كثير يعني شوف كيف وليت انا يعني ما نحاول اغراضي هاتف كلش نحاول في اليونان يلزعوا كلش ما خلو عندي حتى شيء.